وإلى اليمن، حيث واصلت دولة الكويت دعمها السخي للأشقاء في محافظة عدن، وذلك عبر تقديم دفعة جديدة من المساعدات، حيث قدمت اللجنة الطبية العليا للإغاثة الكويتية حافلات نقل كدعم لمرافقها الحكومية في محافظة عدن. يتواصل الدعم السخي الكويتي لليمن الشقيق، حيث وصل إلى ميناء عدن باصات نقل مقدم من اللجنة الصحية العليا للإغاثة الكويتية كدعم للمرافق الحكومية في محافظة عدن، على غرار المساعدات السابقة التي تم تقديمها للمرافق الحكومية اليمنية. أكثر من 30 سيارة وباص لدعم قطاع الخدمات الصحية في محافظة عدن والمحافظات في المجاورة في العاصمة وما حولها. هذه إن شاء الله تساعد بإذن الله سبحانه وتعالى. وصول هذه المساعدات الكويتية إلى مدينة عدن قابلتها جهات حكومية يمنية أثنت الشكر والعرفان لدولة الكويت التي تواصل تقديم دعمها الجبار من أجل تخفيف المعاناة على الأشقاء في اليمن. شكرنا لأمير الكويت، شكرنا للشعب الكويتي الشقيق، والشكر أيضا موصول للجنة المشرفة على هذا العمل في أطار المحافظة ممثلة برئيسها الشيخ أبو إسماعيل، ومكتب الصحة ممثل في مدير مكتب الصحة الدكتور خضر الأسور. هذه هدية من شعبنا من دولة الكويت ممثلة بلجنة الإغاثة العليا الكويتية، اللجنة الصحية الكويتية برئاسة الدكتور محمد الشرهان. لهم الشكر الجزيل منا في محافظة عدن، ونخص بالذكر من كل قطاعات محافظة عدن خاصة الصحية. كل هذه المساعدات التي تقدم من دولة الكويت تأتي بفضل توجيهات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. دعم كويتي ممزوج بالحب والوفاء أثنى عليه اليمنيون بالشكر والعرفان. مازن الشعبي، تلفزيون دولة الكويت، عدن.